بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء طلاب صف ثاني عشر أدبي، مرحبا بكم في مدرسة التميز النموذجية قسم الاجتماعات. يرحب بكم في منهجكم قضايا البيئة والتنمية المعاصرة للصف الثاني عشر جغرافيا. اليوم إن شاء الله موعدنا مع درس جديد بعنوان أسباب التصحر، كتاب المدرسي صاد 77 إلى صاد 80. سوف نقوم الآن بمشاهدة فيديو عن التصحر. الصحراء مشهد مألوف في شمال السودان على امتداد آلاف الكيلومترات كجزء من الصحراء الكبرى، لكن ما لم يألفه السكان هنا هو زحف الرمال منذ سنوات. فالأمر لم يقتصر على ابتلاع مساحات خضراء كانت صالحة للزراعة، لا، فالرمال باتت تلتهم قراهم واحدة تلو الأخرى، كما تسللت الرمال إلى داخل المنازل وتطاولت على الجدران حتى في الغرف المنزوية. زول بيسوي حسب حاله، زح الرمال كده، وتاني حتى يراجع وتاني زح. نبغى نحن شنو؟ جهودنا وبذلنا مبذلنا كله بندفعه يعني في محاربة الرمال وكده، خلينا الأشياء الثانية. صراع الأهالي مع الطبيعة القاسية حرب مستمرة، لكن مع تقلص المساحات المنتجة للغذاء والتغيرات المناخية وقلة الأمطار لم تعد الأزمة مجرد أزمة محلية، فالأمر بات يتعلق بحياة الإنسان الذي هجر المساكن هربا من زحف صحراوي وهجر الأرض بعد عجز في مقاومة عوامل التعرية. هذا البيت ورحلت منه، هذا سوى الرملة ذاته اندفنت ووقعت، وفيني في بيت برضه اندفنت، وبيغادي في بيت برضه بيغادي هناك وصار الجنة ذاك برضه 4 ريال برضه ما تكون. في هذا المكان تبحث إحدى الشركات عن الأرض الصالحة للزراعة بعد أن قطتها الرمال تماما بعمق يزيد عن 3 أمتار، وهو أمر يفوق طاقة هؤلاء. الآليات الشغالة معنا في اليوم بوكلينين وجريدر وعشر قلابات، تصل التكلفة اليومية للإيجار حوالي 7 مليون جنيه سوداني. هنا في قلب نهر النيل شمال السودان، هذه جزيرة رملية لم تكن موجودة في السابق، والآن كادت أن تؤدي إلى تغيير مجرى النيل، فحبات الرمال الصغيرة تضافرت لتحدث أزمة بحجم الكثبان. الجزيرة اللي قدامنا أنتم بتشاهدوا الرمال أنها كلها ناتجة من نقل الرياح للرمال ونقل السيول للرمال الكبيرة الموجودة في المنطقة، وكذلك الجفاف اللي حصل في النهر بعامل الجفاف المعروف من ثقب الأوزون وعملية الانبعاث الحراري. هاجر الناس من هنا وتركوا منازلهم، وسقط مسقط الرأس بيد الرمال، وتمددت الصحراء على حساب الخضراء. هي الطبيعة لن تتوقف، ولكن ربما يتوقف الإنسان عند نهاية الخط الأخضر، ثم ماذا بعد؟ الطاهرة المرضي. شفنا يا شباب الآثار ونتائج المترتبة على التصحر. أول شيء لازم نعرفه أن العامل الأساسي للتصحر هو الإنسان وأنشطته بنسبة قد تصل ل90% في كثير من الدول. يبقى دي معلومة مهمة جدا، أن العامل الأساسي لحدوث التصحر هو الإنسان والأنشطة التي يقوم بها بنسبة تصل ل90%. الصور بتوضح تأثير الإنسان أو هو السبب الرئيسي لحدوث التصحر. باستخدام كتابك المدرسي صاد 77 فرق عزيز المتعلم بين العوامل الطبيعية والبشرية المسببة للتصحر. عندنا طبعا قدامنا العوامل الطبيعية المسببة للتصحر، العوامل البشرية المسببة للتصحر. بالنسبة للعوامل الطبيعية، 1 الظروف المناخية، 2 جرف التربة، 3 حركة الكثبان الرملية. يبقى دي العوامل الطبيعية المسببة للتصحر. نقولهم تاني: الظروف المناخية، 2 جرف التربة، 3 حركة الكثبان الرملية. بالنسبة للعوامل البشرية المسببة للتصحر، 1 الإفراط الرعوي، 2 الإفراط في الزراعة، 3 تملح التربة وتغدقها، 4 قطع الأخشاب وإزالة الأغبار وإزالة الغابات. يبقى العوامل البشرية المسببة للتصحر، 1 الإفراط الرعوي،
2 الافراط في الزراعة، 3 تملح التربة وتغدقها، 4 قطع الاخشاب وازالة الغابات. يبقى كده قارنا بين العوامل الطبيعية المسببة للتصحر والعوامل البشرية المسببة للتصحر. العوامل الطبيعية نقولهم تاني، 3 عوامل: ظروف مناخية، جرف التربة، حركة الكثبان الرملية. بالنسبة للعوامل البشرية: الافراط الرعوي، الافراط في الزراعة، تملح التربة وتغدقها، قطع الاخشاب وازالة الغابات. طب بالنظر للصور الاتيه واستخدام كتابنا المدرسي صاد 77، عدد عزيز المتعلم العوامل الطبيعيه المسببه لظهور التصحر. هنعددها تاني: 1 الظروف المناخيه زي ما انتم شايفين، مثل الجفاف، ارتفاع درجه الحراره، دي كلها من الظروف المناخيه المسببه للتصحر. جرف التربه، سواء كان الجرف ده جرف ريحي او جرف عن طريق الامطار. 3 حركة الكثبان الرملية أو حركة الرمال، سواء عن طريق الرياح أو اختلاف درجة الحرارة، كل دي عوامل بتحرك الكثبان الرملية، أو قلة المياه بتسبب برضه حركة الكثبان الرملية. يبقى دي العوامل الطبيعية المسببة للتصحر يا شباب: الظروف المناخية، جرف التربة، حركة الكثبان الرملية. بالنسبة للعوامل البشرية المسببة للتصحر: 1 الإفراط الرعوي. الإفراط الرعوي طبعا، افراط الرعي زياده اعداد الحيوانات عن طاقه المرعى، ده افراط بيؤدي الى التصحر. 2 الافراط في الزراعه، ايجاد التربه وزراعتها اكثر من مره مما يؤدي الى ايه؟ فقد التربه قوتها وخصوبتها. تملح التربه وتغدقها، قلنا تملح التربه اللي هو زياده نسبه الاملاح، وتغدقها اللي هي زياده نسبه المياه، ده من اسباب التصحر. قطع الاخشاب وازاله الغابات من الاسباب البشريه للتصحر. احنا دلوقتي يا شباب بنتكلم على العوامل البشريه المسببه للتصحر: الافراط الرعوي، الافراط في الزراعه، تملح التربه وتغدقها، قطع الاخشاب وازاله الغابات. هنتكلم دلوقتي يا شباب عن انماط التصحر. اول نمط التصحر هو تدهور النظام البيئي، تدهور النظام البيئي للأراضي الزراعية والمراعي. 2 زحف الكثبان الرملية. 3 التملح في الأراضي المروية. يبقى دلوقتي لو قال لي في الامتحان أنماط التصحر، 3 أنماط: 1 تدهور النظام البيئي للأراضي الزراعية والمراعي، 2 زحف الكثبان الرملية، 3 تملح الأراضي المروية. دي أنماط التصحر، مو أنواع، أنماط التصحر. علي العزيز المتعلم تدهور النظام البيئي للأراضي الزراعية والمراعي، إن بسبب الزراعة المطرية التي تعتمد على الأمطار في الأطراف، والرعي الجائر. والرعي يا شباب إرجاء، والرعي الجائر تعريفه هو الرعي غير المنتظم المتمثل في زيادة أعداد الحيوانات عن طاقة المراعي. يبقى ده يا شباب تعريف الرعي الجائر. الرعي الايه؟ الجائر، هو الرعي غير المنتظم متمثل في زيادة اعداد الحيوانات عن طاقة المرعى مما يؤدي الى التصحر. طبعا هنا هنعلل تملح التربة في الاراضي الزراعية من اخطر حالات التصحر. ليه يا شباب؟ هنقول لان في المناخ الجاف، المناخ الجاف اللي هو فيه قليل من الامطار يؤثر على التربة، وتأثيره ده بيؤدي إلى تزايد الملوحة في التربة مما يقلل من قدرتها في الإنتاج وتتناقص إنتاجيتها تحول لتصحر. يبقى التصحر في الأراضي الزراعية من أخطر، أو تملح التربة من أخطر حالات التصحر، لأن المناخ الجاف يؤثر على التربة ومعاه بتزداد الملوحة في التربة مما يقلل من قدرتها على الإنتاج وتتحول إلى التصحر. شايفين هنا الصور طبعا اللي هو التملح في الأراضي الزراعية. هنتكلم دلوقتي عن مخاطر التصحر. مخاطر التصحر، أهم مخاطر التصحر: 1، 2، 3، 4، 5. 1 تدهور التنوع البيولوجي. 2 فقدان الأمن الغذائي. 3 انخفاض القدرة الإنتاجية للتربة. 4 تدهور الدورة الهيدرولوجية. 5 خسائر اقتصادية. يبقى النقطة اللي بتكلم فيها دلوقتي يا شباب اللي هي ايه؟ أهم مخاطر التصحر، مو أنماط اللي احنا لسه واخدينها، لا، مخاطر التصحر.
واحد تدهور التنوع البيولوجي، اتنين فقدان الامن الغذائي، تلاتة انخفاض القدرة الانتاجية للتربة، اربعة تدهور الدورة الهيدرولوجية، خمسة خسائر اقتصادية. يبقى السؤال لو جالي في الامتحان، ما هي مخاطر التصحر؟ او اذكر مخاطر التصحر. اقول له واحد تدهور التنوع البيولوجي، اتنين فقدان الامن الغذائي، تلاتة انخفاض القدرة الانتاجية للتربة، اربعة تدهور الدورة الهيدرولوجية، خمسة خسائر اقتصادية. طبعا التنوع البيولوجي اللي هو التدهور ده يا شباب اللي هو تنوع الحيوانات والنباتات، بيكون في تنوع للحيوانات والنباتات، ده بيتدهور بسبب الايه؟ التصحر. بسبب الايه؟ التصحر، يؤدي لاختفاء كثير من النباتات وكثير من الحيوانات، وده بيؤثر على صناعة الأدوية وطب الأعشاب. ما هو طب الأعشاب؟ قال لك هو الطب الذي يعتمد على النباتات والأعشاب في صناعة الأدوية. ده طب الإيه؟ الأعشاب، بيتأثر طبعا بتدهور التنوع البيولوجي. دي مجموعة من الصور عن طب الأعشاب اللي بيتأثر بتدهور التنوع البيولوجي لأنه بيؤدي لاختفاء كثير من النباتات والحيوانات، وخاصة النباتات اللي بتستخدم في طب الأعشاب. طبعا يعتبر التصحر سبب فقدان الامن الغذائي او عدم قدره الدوله على تحقيق الامن الغذائي. ليه يا شباب؟ لان التصحر يؤثر سلبا على قدره التربه، القدره البيولوجيه للتربه، وينعكس ذلك على الانتاج الزراعي وعلى الامن الغذائي. يبقى ما يقول لك هنا علل يعتبر التصحر سببا في فقدان الامن الغذائي، اقول له ان التصحر يؤثر سلبا على القدره البيولوجيه للتربه، فينعكس ذلك على الانتاج الزراعي وعلى الامن الغذائي. طبعا فقدان الامن الغذائي بسبب التصحر، انخفاض القدره الانتاجيه للتربه، انخفاض القدره الانتاجيه للتربه بسبب التصحر. المناطق المتصحره او المتاثره بظاهره التصحر بتحتوي على مواد عضويه والرطوبه اللازمه لنمو النبات، وينتج عن جرف التربه، انجراف التربه ده يا شباب، انخفاض القدره الانتاجيه للتربه، مؤثر سابع على انتاجيه المحاصيل الزراعيه. تدهور الدورة الهيدرولوجية زائد خسائر اقتصادية. هنا هنعرف يعني ايه الدورة الهيدرولوجية. الدورة الهيدرولوجية يا شباب هي دورة المياه في الطبيعة وتحولها من حالة إلى حالة أخرى. دورة المياه تحولها من حالة سائلة على الأرض وعن طريق الحرارة تتحول لحالة الغازية، ترتفع لأعلى وبعد كده ترجع تاني، تسقط أمطار أو ثلوج او ايه او سلوك، ده اسمها الدوره الهيدروجينيه. دي بتتاثر طبعا بالتصحر. ليه؟ لان النباتات دي المصدر الرئيسي لبخار، مصدر رئيسي من مصادر بخار الماء، حيث تعتبر المسطحات المائيه المصدر الرئيسي لبخار الماء في الجو على شكل هدوم. اما الغابات والمناطق الزراعيه مصدر اخر لبخار الماء. فما يتم قطع الاشجار والغابات ووجود التصحر ده يؤثر على الدوره الهيدروجينيه اللي هي دوره الماء على سطح الارض. طبعا تتكبد الدول العربية الكثير من الخسائر المادية في علاج ظاهرة التصحر. عارفين أكثر من 80% من مساحة الوطن العربي صحراء. الدول العربية بتتكبد خسائر كثيرة جدا عن طريق إزالة الأتربة والرمال على الطرقات وحول المنشآت النفطية والمزارع، ده كله بيتكلف مبالغ كبيرة جدا، والتكلفة العالية لاستصلاح الأراضي المتدهورة وإزالة تربة مواني الأنهار. يبقى هنا ما يجي لي سؤال علل تتكبد الدول العربية الكثير من الخسائر المادية في علاج ظاهرة التصحر، أو تكلفة إزالة الأتربة والرمال على الطرقات وحول المنشآت الصناعية والنفطية والمزارع، ده كله بيكلف مبالغ كبيرة جدا. اتنين التكلفة العالية لاستصلاح الأراضي المتدهورة وإزالة أتربة مواني الأنهار. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجناح الاسيوي بيتكلف حوالي 1.6 مليون دولار سنويا، والجناح الافريقي بيتكلف حوالي 1.4 مليون دولار سنويا. دي الخسائر المترتبة على التصحر او الخسائر الاقتصادية المترتبة على التصحر. بكده يا شباب احنا اتكلمنا في اخر نقطة عن مخاطر التصحر، وهي تدهور التنوع البيولوجي،
وفقدان الأمن الغذائي وانخفاض القدرة الإنتاجية للتربة وتدهور الدورة الهيدرولوجية وخسائر اقتصادية. بكده ينتهي درسنا اليوم، وإلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.